لو انت مبتدئ وبتدور على طريقة سهلة وبسيطة ومجانية للحصول على 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة، يبقى الفيديو ده علشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة محترف النت. اولا لو انت مهتم بالنوعية دي من الفيديوهات، يبقى اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. الفيديو ده مهم جدا يا جماعة، لان ده بيهم يعتبر كل اللي عندهم قنوات وكل المبتدئين على اليوتيوب. الفيديو ده بيهمهم جدا، لان دي مشكلة كتيرة بتواجههم، اللي هم بيصعب عليهم ان هم يحصلوا على 1000 مشترك وعلى 4000 ساعة مشاهدة. فاحنا في الفيديو ده هنعرف ازاي ان احنا نحصل على 4000 ساعة مشاهدة و 1000 مشترك بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. اولا الفيديو ده الكلام اللي انا هقوله في الفيديو بتاع النهاردة هو مش كلامي، ولكن ده كلام اليوتيوب نفسها، واليوتيوب نفسها هي اللي بتقول الكلام ده. وطبعا حاسب لكم الرابط بتاع المقال اللي اليوتيوب نفسها هي اللي قايلاه في الرابط اسفل الفيديو عشان اللي حابب يخش عليه. ولكن انا هتبقى مهمتي في الفيديو بتاع النهاردة ان انا هقول لكم وهبسط لكم بالظبط ايه اللي اليوتيوب بتقوله عشان ان احنا نحصل على 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة. وحقيقي انت لو طبقت الحاجات دي في مسافة شهر بالظبط هيكون عندك الاف المشاهدات والاف طبعا المشتركين، لو طبعا طبقت الطرق دي بتاعت النهاردة. تمام، اول حاجة ان انت طبعا ممكن ان انت قناتك تحصل على مشاهدات، ممكن تحصل قناتك على مشتركين كتير من غير فيديوهات، ولكن مستحيل انك تحصل على مشاهدات من غير فيديوهات. فبالتالي لازما ان انت ترفع فيديوهات على قد ما تقدر، يعني ترفع فيديوهات كتيرة جدا طول ما انت قاعد تنشر في فيديوهات. يعني مثلا مش معنى كده مثلا ان انت هتجيب فيديوهات من اي حتة وهتنشرها، اولا يكون المحتوى بتاعك. تمام، يعني مثلا انا دلوقتي بدل ما بنشر في اليوم فيديو واحد، هنشر في اليوم مثلا هنشر فيديوهين. فبالطريقة دي مثلا انا لو بحصل مثلا على كل فيديو بحصل على 100 مشاهدة، فهنشر مثلا فيديوهين هحصل على 200 مشاهدة. مثلا هحصل مثلا هنشر مثلا 3 فيديوهات هحصل مثلا على 300 مشاهدة. فكل ما يزداد عدد المشاهدات برضو بيزداد عدد الساعات المشاهدة، وبرضو هيزداد المشتركين، لان اي مصدر مشاهدات وطالما في مشاهدات لازم هيكون في مشتركين. تمام، وبعد كده في حاجة لازم ان انت تنشر كمية فيديوهات. تمام، يعني مثلا ما تجيش تنشر فيديوهين تلاتة اربعة وبعد كده تقول مثلا انا هشوف الفيديو دوت مثلا هيكمل ولا هيجيب مشاهدات ولا لا. وطبعا ده غلط جدا، لازم ان انت تنشر فيديوهات على قد ما تقدر. وغير كده ان انت كل ما هيكون عندك اكبر قدر من الفيديوهات هيكون عندك مشاهدات اكتر، وبرضو هيكون عندك مشتركين اكتر. وغير كده لازم يا جماعة لما تنشر فيديوهات لازم هتلاقي في الاول مفيش مشاهدات، كله بيبدأ من كده مفيش، مش هيبقى فيه مشاهدات، ولكن هتيجي مع مرور الوقت هتلاقي في فيديوهات عندك ضربت، وهتلاقي ان في فيديوهات عندك جابت مشاهدات كتيرة جدا. غير كده طبعا الاستمرارية في تقديم المحتوى وتنوعه. تمام، يعني انا مثلا برضو مجيش برضو انشر مثلا كذا حاجات واجي برضو وقف على كده، لازم برضو انك تنشر فيديوهات كتيرة. والتنوع في الفيديوهات، تمام، يعني ايه مثلا التنوع في الفيديوهات؟ وليكن مثلا قناة مثلا متخصصة في الالعاب على سبيل المثال. دلوقتي القناة المتخصصة في الالعاب دي، هل هي مثلا هتنشر كل فيديوهاتها عن لعبة بابجي؟ اكيد لا، لان مش كل الناس اللي مهتمين بلعبة بابجي بس، ولكن في مثلا هكون مثلا في القناة مثلا
هنشر مثلا فيديوهات عن ببجي، وهنشر فيديوهات مثلا عن لعبة بيس، وهنشر فيديوهات مثلا عن لعبة الفيفا، وهنشر فيديوهات مثلا عن لعبة الجاتا على سبيل المثال. كل ده طبعا مثال بسيط عشان نسهل لك ازاي انك تتنوع في الفيديوهات. وليكن مثلا بالنسبة لنا احنا مثلا على القناة بتاعتنا، بالنسبة مثلا المحتوى بتاعنا انا مثلا مش كل محتوى هنشره على اليوتيوب، لان مش كل الناس بتهتم باليوتيوب. اكيد مثلا هنشر فيديوهات مثلا عن ادسنس، هنشر فيديوهات عن البين كود، هنشر مثلا فيديوهات عن الكيم ماستر، هنشر فيديوهات عن حاجات كتير برضو خارج اليوتيوب، تمام؟ ولكن برضو تكون في المحتوى بتاعك. يعني مثلا قناه الجيمنج بتنشر مثلا محتوى عن ببجي مش عارف ايه، حاجه خاصه بالالعاب، ولكن هي مثلا قناه الالعاب مش هتيجي مثلا تشرح حاجه في اليوتيوب مثلا، تمام؟ غير كده ان هو في حاجه ناس كتير ما بتاخدش من بالها منها، اللي هي وقت الفيديو نفسه. وقت الفيديو نفسه اولا ما تخليهوش ان هو يبقى الحاجات الدقيقه والدقيقه ونص الحاجات دي. وليكن مثلا لو انا الفيديو عندي مثلا دقيقه وحصلت على 150 الف مشاهده مثلا، وكلهم شاهدوا الفيديو كله مثلا، فانا بالتالي حصلت على 150 دقيقه مشاهده من الفيديو. طب لو انا جيت مثلا جبت الفيديو ده وبس الفيديو ده مدته 10 دقايق، وجيت بقى الفيديو ده برضو شافوا منه 100 واحد، يبقى انا كده مثلا حصلت على سبيل المثال على 300 دقيقة. فدي طبعا هتبقى حتة ان انت تعمل فيديوهات مدتها اطول، فدي هتكون مناسبة جدا ليك وهتبقى كويسة جدا، وهتساعدك ان انت تحصل على مشاهدات اكبر قدر من الامكان من المشاهدات، واكبر قدر برضو من المشتركين، تمام؟ لان انت برضو غير كده اساسا ان اليوتيوب اللي مش محبب لديها اساسا مدة الفيديو القصير، تمام؟ يعني فيديو الفيديو كل ما يكون قصير ده مش محبب اساسا لليوتيوب، تمام؟ لما تعمل فيديو طويل اولا هيكون محبب لليوتيوب، غير كده كمان الفيديو بتاعك برضو هيحصل على مشاهدات اكتر برضو، والمشتركين في نفس الوقت اكتر. غير كده المحتوى طبعا الرائج، المحتوى الرائج لازم برضو دوت برضو ده كلام برضو اليوتيوب، المحتوى الرائج ممكن انت تحصل منه على مشاهدات كتيرة جدا. طب ازاي بتشتغل على محتوى الرائج؟ مثلا في مثلا قنوات زي قبل كده زي قنوات مثلا الطبخ حصلت ما بينهم شوية مشاكل، فاصبح ان دوت محتوى رائج في نزاعات ما بين القنوات، وفي قنوات طبخ صغيرة طلعت وفضلت ان هي تتكلم عن الموضوع دوت وتشرح ايه اللي حصل في المشكلة اللي ما بينهم، فهم استغلوا وقت المشاكل ما بين القنوات دي، فاستغلوا وقت ان هم يعملوا فيديوهات، ولما عملوا فيديوهات فضل ان هم حصلوا على اكبر قدر من المشاهدات، وحصلوا على مشاهدات كتير جدا، وبالتالي برضو حصلوا على اشتراكات كتيرة جدا. غير كده برضو في حاجة تانية الناس ما بتاخدش بالها منها برضو في الفيديوهات، وهي المقدمة بتاعة الفيديو. ومش القصد بتاع المقدمة بتاعة الفيديو هي الانترو، ولكن القصد بالمقدمة بتاعة الفيديو اول في الاول الشخص لما بيجي يدخل على الفيديو بتاعك بيشاهد مثلا اول 20 ثانية او اول 30 ثانية من الفيديو، فلازم اول 20 ثانية او 30 ثانية من الفيديو دول يكون فيها حاجة مشوقة للمشاهد، يعني مثلا يكون فيهم حاجة كده تحمسهم ان هم يكملوا الفيديو بتاعك عشان يشاهدوا الفيديو كله. ولما بيشاهدوا الفيديو كله طبعا بتحصل برضو على كمية دقايق كتيرة جدا، فانت عن طريق ان انت لما تستمر في تقديم المحتوى ورفع الفيديوهات على طول، كل يوم هتنشر لك فيديوهين ثلاثة على قد ما تقدر، هتنشر فيديوهات هتخلي الفيديوهات بتاعتك اكبر قدر مدتها مثلا 10 دقايق، ولكن الفيديوهات اللي مش محتاجة كده لو العشر دقايق هيكون حاجة مبالغة فيها، فخلي الفيديو بتاعك زي ما هو على حسب ما الحاجة اللي انت بتعملها دي محتاجة الفيديوهات بتاعتك مدة قد ايه، اعملها زي طبعا زي ما انت عايز طبعا عشان ما يكونش الامر مزعج للمشاهد، تمام؟ غير كده برضو انك هتنوع في فيديوهاتك، هتشتغل برضو على المحتوى الرائج، وبرضو هتبقى خلي مقدمة بتاعة الفيديو بتاعتك كويسة. غير كده طبعا يا جماعة العنوان والصورة المصغرة، اولا في الاول خالص برضو
الفيديو بتاعك لما بيظهر اللي بيشوف اول حاجة المشاهد بيشوفها هي الصورة المصغرة والعنوان بتاعك. فانا بالتالي مثلا شفت مثلا فيديو عجبني قوي الصورة المصغرة بتاعته وعجبني قوي العنوان، العنوان ملفت جدا وجاذب جدا للزوار، فبالتالي الناس هيكون في نسبة كبيرة ان الناس برضو هتنقر على الفيديو بتاعك، فبالتالي هيجي لك نسبة نقرات عالية، بالتالي برضو هيجي لك نسبة مشاهدات عالية. طبعا ده كلام اليوتيوب يا جماعة، وانا حاسب لكم الرابط اسفل الفيديو، ده مش كلامي، وفعلا الحاجات دي حقيقية جدا، لو طبقت كل ده عندك في القناة هتحصل فعلا على الاف المشاهدين والاف المشتركين، تمام. وده طبعا مثال على القناة بتاعتي، طبعا انا عملت كده وطبعا حصلت على مشتركين كويسين ومشاهدات برضو كويسة عن طريق برضو الطريقة دي، طريقة كويسة جدا، تمام. فبالتالي انت الفيديو بتاعك عنوانه كويس، صورة مصغرة كويسة، دخلت مثلا اول شوية من الفيديو عجبوني جدا، فابتريت برضو ان انا استنى الفيديو من الاول للاخر، الفيديو مدته طويلة، فبالتالي طالما يا جماعة في مشاهدات لازم هيبقى في مشتركين، لازم يبقى في مشتركين طالما في مشاهدات، الا بقى اذا كانت انت بتقدم فيديو فيه حاجة طبعا تزعج المشاهد اللي بيشاهدك جدا او انت بتخدعه، فمش هتخليه يشترك عندك، وطبعا ده اعتقد ان مفيش حد هيعمله او نسبة قليلة جدا لو حد قضى مثلا عمل حاجة زي كده. اتمنى لو انت بتهتم بالنوعية دي من الفيديوهات تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بننشره، وشكرا ليكم، استنونا الفيديو الجاي.